اذكر انا من الابتدائيه اللي كنت ايام مدرسه الرازي هم كنت العب فريق المدرسه الرازي، كذلك بعدين لما رحنا رميثيه المتوسطه هم لعبت فريق المدرسه. كل مدرب كان يمتاز بشيء، يعني كل مدرب انت تاخذ من يعني لابد تاخذ منه لو شيء بسيط. تم استدعاء يمكن الفريق الاول سنه 78، انا لعبت بالفريق الاول عمري 17 سنه تقريبا. يمكن اول مباراه حسيت بربكه، بس الربكه راحت ليش؟ لان اللاعبين اللي معاك، يعني انا لعبت بدايتي مع علي الملا، لعبت مع عدنان، لعبت مع حسين العسعوسي، كانوا يشجعونك، يعني حتى لو تغلط يعني ما يلومونك، يدرون فيك انت جاي من تحت من الصغار وداش معاهم، دائما يشجعونك، فهذا الشيء هو اللي يعطيك عطاني الثقة وخلاني أكمل. أول ما لعبت بالفريق الأول، يعني أنا مثل ما قلت بالسابق كنت أنا بالمراحل السنية دائما ألعب مهاجم، يعني أول ما تم اختياري أذكر يا الله يرحمه محمد السدرة يا حق مدربنا تحت 20 أعتقد، قال نبي فلان وفلان، يبيهم مدرب فريق الأول، يبي يتمرن وياهم عشان يبي يلعبهم بكأس الاتحاد، فعلى طول يعني حطني، قال لي أنا راح ألعبك بالنص. يقول يعني طبعا هو لا يمكن له نظرة المدرب دائما، يعني خاصة ديب مكاي كان من المدربين المميزين، يعني كانت له نظرة، يعني قال لي أنا أدري أنت تلعب مهاجم، أدري فيك، يعني سامع أنك طبعا قايلين لي، يقول هذا مميزاته كذي وهذا كذي، فقال قال لي ما يعني لا تحاتي، ما في فرق ما بين لاعب النص ولاعب الهجوم، بالعكس أنا بلعبك نص، بس نص يعني تكون مهاجم أكثر أنك تكون مهاجم من أنك تدافع، سو اللي كنت تسويه بالهجوم سوى وانت بالنص، شوت مرر تبي ترقص، يعني فهذا أعطاك يعطيك نوع من الثقة، يعني الثقة. فلعبت أول مباراة يمكن بالنص، ترى ثاني مباراة بالفريق الأول قولت بكأس الاتحاد، يعني شوف يعني مو أول مباراة ما أقولك من، لا ثاني مباراة أذكرها أعتقد مع اليرموك، والله ما أذكر يرموك أو فحيحيل، قولت. فهذا هم يعطيك نوع من الثقة، إلى جانب الكلام اللي يقوله لك المدرب، إلى جانب تشجيع اللاعبين اللي معاك بالملعب اللي أكبر منك، هذه أمور كلها يعني تكون بصالحك. أخذت فرصتي طبعا مثل ما قلت يوم لعبت بدال أخوي علي فرج، واستمريت أساسي مع الفريق طول الموسم، والموسم هذا خذينا بطولة الدوري بعد 10 سنوات العربي ما كان ماخذ ولا بطولة، لا بطولة كاس لا دوري، هالموسم هذا كانت المنافسة بيننا وبين القادسية، وصلنا لآخر مباراة مع الشباب صارت بالأحمدي، إذا الشباب فازوا علينا نلعب مباراة في الصالة إحنا والقادسية، إذا تعادلنا أو فزنا ناخذ الدوري. وسبحان الله شوف يعني شيء كان مكتوب لآخر يمكن أول 5 دقائق أو 7 دقائق الشباب قولوا علينا جول، لغاية باقي 3 أو 4 دقائق أنا هم سجلت الهدف، يعني هذا هم أعطاني اللي يعني انعرفت عند الجمهور أكثر، حبوني الجمهور أكثر، لأن البطولة كانت قلت لك 10 سنوات العربي لا دوري ولا كاس ما كانوا ماخذين ولا بطولة، فهالبطولة يعني هالمباراة هذه طبعا في أهداف مسجلها بالموسم، بس هالهدف هذا كان غالي، يعني لدرجة أن ثاني يوم هاي أنا دائما أذكر هالموضوع، قبل يبيعون الجرايد عند الإشارات على 50 فلس، قبل في 5 صحف رأي العام، السياسة، القبس، الأنباء، الوطن، رحت أشتريهم بربع دينار أشتريهم كلهم بس عشان أقرأ شنو كاتبين عندي،
تدري توني صغير وهذا صغير بشوف شو وأطالع اشتريهم كله وخمستهم. عقب خلص الموسم ماخذين الدوري وهذا طبعا الكاس ما أخذنا الكاس كنا طحنا بالكاس. تم اختيار لاعبين المنتخب الموسم هذا 79 كانت كان أول مرة الاتحاد يسوي دوري دمج بطولة يعني كل دمج حق كل الفرق ما في درجة أولى ودرجة ثانية لا. فكانت المنافسة قوية يعني بين إحنا والقادسية والكويت وكاظمة بس طبعا القادسية كان المنافس الكبير. طبعا هني الجماهير عرفت يعني عرفتني من خلال الموسم من خلال اللعب اللي لعبته والأهداف اللي سجلتها. بس الهدف الأخير اللي مع نادي الشباب هو اللي عرف يعني عرفني على الجمهور أكثر لأن ياب وقت مثل ما قلت لك آخر 3-4 دقائق وهدف بطولة غير عن الهدف يعني في مباراة عادية. ولحد الآن يعني لما يعني في ناس وايد يعني الله يعطيهم طولة العمر يعني لما يشوفونك دائما يذكروني بالهدف اللي صار اللي جبته هناك ولا الحين يتذكرون طريقة الهدف لأن كانت هم كان حالاتها لأن شنو ليش اللذة اللي فيها إن كانت آخر 3-4 دقائق الفريق مغلوب ومن تسديدة هم من بعيد فجمالية الهدف صار مع الحدث ومع الجمهور يعني شيء كان يعني ما تخيل بعد المباراة شنو صار يعني بعد المباراة أعتقد يمكن الجمهور واقف لنا بالشارع على طول الشارع احنا طبعا بالباص من الحميدي لغاية المنصورية. هذا المنصورية الاستاد تفول من العالم يعني تدري من بعد 10 سنين الناس يعني صج كانت مستانسة. بعد نهاية الموسم طبعا تم اختيار لاعبين المنتخب حق دورة موسكو الأولمبية. كان المنتخب يبي يروح البرازيل معسكر. احنا كنا رابعة ثانوي. قبل لا اتكلم لك الموضوع حطوا الأسامي بالجرائد. انا اسمي مو وياه اسمي مو وياهم. بعد يومين دق علي الله يرحمه محمد السدرة ابو عيسى مدير الفريق كان يقول لي احمد ترى تم اختيارك انت وفوز ابراهيم لاعب كاظمة عشان تروحون المنتخب. قلت له ابو عيسى انا عندي امتحانات ثانويه ما اقدر اخلي الامتحانات. كان يقول لا يدبرونك ان شاء الله المنتخب. وفعلا بعد يوم حطوا صورتي وصورة فوز إبراهيم. أتذكر الموضوع لحد الآن بالجريدة إنه راح يتم استدعاء هالاثنين إضافة للاعبين المنتخب. فوزي ما اختاروا ما تم اختيار فوزي تم بس اختاروني أنا. دقوا علي الاتحاد ترى جهز نفسك ما أذكر بالبرازيل. قلت لهم أنا عندي امتحانات. كنا أنا وعبد الله بلوشي. عبد الله بلوشي كان برابعة ثانوي بعد أنا وعبد الله بلوشي. كان يقول مو مشكلة قدموا امتحاناتكم وتلحقون المعسكر. راحوا المنتخب احنا عقبهم خلصنا امتحانات يعني تقريبا 4-5 أيام مو وايد يعني مو فترة طويلة 4-5 خلصنا امتحانات اليوم حتى ما نعرف النتيجة ولا شيء. سافرنا رحنا معسكر البرازيل أنا وعبد الله لحقنا الوفد. تمينا هناك تقريبا 50 يوم قبل بالسابق معسكرات طويلة بس معسكرات كان المدرب كارلوس ألبرتو كان مدرب كارلوس ومساعده شيرول وكان معاه مساعدهم جواد مقصيد والله يرحمه فاروق إبراهيم هذيلي كانوا مع هذيلي طبعا الجهاز الفني. فتمينا بالبرازيل 50 يوم تقريبا بعدين ردينا رحنا دورة موسكو الأولمبية سنة 80.